بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحديث 13 من كتاب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام أسرى سوستنياو. حديثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. حديث أرست بيان حكم استدبال الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة. سبب من نصر الدابت كذي لكعبة جربة مستقت انديت التايال قنبات بالبت بوتا مهان ليك سنة صلاة داء يميلي هنا. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من هلال عندك أن بحفصة بأهتو بيت مالتنا حفصة نبي صلى الله عليه وسلم بعد بيتنا النبي توقعوا الزابيت لاي عندك دي واتاهن يالا نبا واتا بالساعات نبي صلى الله عليه وسلم سيد صلاة دعا يهاتشو لشام جرباتشون يعني في تاتشون ولشام أزورو لكعبة جرباتشون ستاو يلال بليلا رواية لاي لبيت المقدس في تاتشون ستاو جرباتشون لكعبة ستاو يميل مالتنا. نقوله يهن حديث عندما نملكتو عبد الله بن عمر بعائشة بيت لاي عفوا حفصة أهتو بيت لاي واتو نبي صلى الله عليه وسلم سيد سألادو آيتو أتشوان. نقوله عبد الله بن عمر يهن يقلل صبت مكنيات من دنو بيت المقدس من سألاد سيد سألاد نسو وبيت المقدس من زور عيشن فيتون يميلون لما سأيت لزي حساب من لاش لمستتنا تكبر عيد شالو نبي صلى الله عليه وسلم من دزي سيادر قلنا سلزيه يجد شال الشجر اللوم لا مالتنا لزين المؤلف رحمه الله كتا يوم حديث ياسكم متى كحديث من ما روكم نقر على كذي حديث بيتشا مالتنا عندنا بزمد بيت لاي موتات عندما يتشالنو فكادن يمونو كتاوك واندموانو اهتو بيت لاني وانتاو إذا لم يعلم عدم رضا بذلك فكادن يندال هنا زمد سكالتاوك اكزي درس بيت لايت أرى لا يموتات النبي تشال أن مارا لن ولتنيا الكناية عما يستحي من ذكره بلفظ آخر بقلص من ناقر من يسافرك على توتشن بريلا قال مقلص النبي تشال يسيانا ليقضي حاجته قدايتشون يفسمون يعلم لما مصدادات لما سيد مالتنا. سوستنيا جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان عطر واستكال لاندسو بعطرنا ببيتوش محل كالة بمصدادة ساعات لقبلة جربة بسد شكرا لله يا سيار. أردتنا جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة سوف مصر الدبت كذي فيتون ودى بيت المقدس بيزور شكرا لله يا سردنا. قلنا زيقا أسرى هلتنا والناسرى صوستنا وحديث ما يتعطعمو يعني مسلو حسابو تعلونا أن الزهن بتملكتا أني بأبي أيوب حديث لا يتكسو النهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة عام في الفضاء والبنيان. يا أبي أيوب أنصاري حديث من ياسي من دنو مسدادات ساعات القبلة جربة مستتميهون في اللفتون ومسدادات بيتين يوم ملكون لما يتشانلو ميدا لا يميهون بيت استمهون ومالتنا باطر معلم هنا. يا ابن عمر حديث قن يا نبي صلى الله عليه وسلم تقبار بمدكس لكعبة جربة مستت باطر ببيتوش مع الكون مستت لمي تشالي أسر الدانا سلزي النزين هنا الحديث انديت ان تعتم يميلون متملكته برقت علماء وجه بزو اينات حساب بسنزرون كلو من دنهم يهونو عبزان يوتشو ويمزو علماء وجه يدوبة اقوى من دنهم ميدا لاي كهونة لكعبة في تن ما زوري بهم جربة مستت لما يتشال تسمم طوال نقرقن يعني بقرق ديتات تقرب انسالة رابيت وستكهونة الجربة مستت يتشال قبل في اللفيت قن مهون اي تشال مفيتن ولا قبل مازور اي تشال ميلالو لما ان يوم يا مسلموش بيت بمنقلن بابت كزي مسألة جابيتا تشنها كمامتون بدم تنكاك اي مادرق ما تشال اللبن مالتنا لقبل ان دايزور جربة ان دايست تنكاك اي مادرق اللبن مجمر يستمرنا ليه دين نو ايه هاي مانوتنا يوتاتشن المولو اندمي داسس يتاوك علينا يهين قمت مستاسكبتان كفتنيات القاكي مادرقين وربنال عندان علماء وش برقت بيتك اللو اندما يتشال ياسايا نقرات شايلالو
تكبارنا نجكراتشو تكاراني مسلو كتاية من الناس قدمي ميلولاي بزو حساب بنورم نجرقن نجرقن تكباراتشو اندا عند سلمي كتر تكباراتشو اندا ما يتشا اندا ميتشال جربا مستط بأطر وستكوننا ببيتوش مهال كونة اندا مستط اندا ميتشال سياساي نجكراتشو رقمو بفي اللفيت مزور اندا ما يتشال ياسايال ميلالاي رقمو في اللفيت مزور ميهون جربا مستط اندا ما يكبا ياستمرال الله سبحانه وتعالى بسمانه يمن التكم ياترقن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.